لذلك التوقيت كان إبراهيم عيسى متهم من قبل السلطة الحاكمة بأنه هو متعاون مع الإخوان صح المسلمين، 100%. وكان بيتقال انه في نسخ من الدستور كده الاف او عشرات الالاف من النسخ كانوا بيشتروها اخوان صحيح، وغير قالوا اخوان. كده طب ما هو كتير. ده نوع من، طب ما هو ده يعني ده نوع من، ده اتهام النظام، مش لا ده انا مش كلام قصدي، اخوان. انا قصدي انه لم يتخذ كالتيار الاسلامي خليني اقول الاخوان المسلمين خصما، بالعكس بالعكس كان في حاله، انت الدستور كنتوا دايما بتتبنوا اي نوع من الاضطهاد ضدهم، وده كان شيء بيلقى قبول بالتاكيد وامتنان منهم. الفصل الثاني هو بعد الثورة. دلوقتي إبراهيم عيسى بينظر إليه مش بس على إنه مارق ومعادي أو فلول، ده على إنه كافر. إيه الخط الفاصل؟ خلينا نشوف المقطع ده اللي بيلخص يمكن جزء يلا منها نشوف. ونرجع لك. استطاع عيسى أن يضحك الشعب المصري على همومه، استطاع أن يخلق من مشاكلنا نكتة طريفة نضحك عليها حتى يغمى علينا من الضحك. عيسى يدفع الآن ثمن مطالبته بالحرية لكل مواطن مصري ذو كرامة وحر. عيب يا أستاذ إبراهيم، عيب على حملاتك دي، اتقي الله يا أخي، ارحمونا شوية من الغثاء اللي مصدعين دماغنا بيه يا جماعة. ما تروحوا تكتبوا في حاجة تفيد البلد شوية، هو انتوا طول النهار والليل مرغوش غير اللحية والنقاب والإسلاميين والملتحين؟ انت الحملات بتاعتك دي دعاف عليها الزمن من 30 سنة. كان حد كلمك قالك انت بتلبس حملات لحد دلوقتي ليه؟ والله انت جاهل جهل جهول لما بتتكلم في الاسلام، ما انت عارف حاجة، لا انا خايف منك ولا من قضيتك واعلى مفخلك ركابه. انا اتحدى اي مشاهد يقول لي بيستفيد ايه من ابراهيم حملات، ولا ليه علاقة بالاعلام خالص. تخيل ان ابراهيم عيسى كل يوم